جوري شو اللي عم تعمليه انتي؟ كيف بتقدري تضلي ساكتة على الشي اللي عم بصير بهذا البيت امي شلون؟ كيف ساكتة على عمايل شوكت اللي عم بتصير قدامك؟ جاوبيني، لازم ناخذ ميسون على المستشفى باسرع وقت. ايه ولا يهمك، رح ناخدها، ابقى لما بتحكي معي وطي صوتك. لا، صار وقت احكي وبصوت عالي بهذا البيت لحتى تفهموا. في مجال ما تضلي طامرة راسك بالرمل؟ ابنك وحفيدك وهديك الست يلي ما رح تتقبليها بحياتك، انت اساسا ما بصير تضلي ساكتة على الشي اللي عم بصير بيناتهم. ما تحكي معي بهالطريقة لو سمحت عمر. وصلت مساعدة توليب خانم. مساء الخير. عمر بيك، ممكن شوي بس؟ اي جوري، انا جاية فورا. انا رايح شوف شو بدها ومنكمل حكينا. عمر عشقان، عشقان وحدة تانية، البنت أصغر منه، في فرق كبير بيناتهم بالسن، وهي بتحب واحد تاني. أخ يا ربي دخيلك، مو معقول، مستحيل. هي أهلين يا خانم. أنا رح يجيني ضيف المساء، بس اسمعيني منيح، انا اللي رح اعمل الاكل وانتي لا تحومي كتير حوالينا. بتحبي طالع لك طقم الفضه؟ ما في داعي، عمر ما بيحب الفضه. مثل العادي موبايله مطفي مو شاحنته. يا الله من ناهي، ليش في مستشفى بالجزيرة؟ شو هالمجنونة؟ ما بيجينا من تحت راسها غير البلاوي والمصايب. روقي جوري شوي. خلص شحن موبايلي مشان تكمل معي. امسكي خدي اتصلي من موبايلي شوفي لنا وين هلا. لا ما على هالحظ هاد، يعني شو بدنا نعمل هلا؟ وين بدنا نلاقي سفينة؟ كيف منلاقي سفينة بهالوقت دكتور؟ ولا شو السفينة بقى؟ منروح باليخت نص ساعة ومنكون هنيك، تمام؟ تمام. سيلين يا ريت تنادي لي لأختك جوري، بدي أحكي معها شوي بعد إذنك. إيه بس هي مو بالبيت. مو بالبيت؟ وينها؟ نحن ما بنعرف وين بدنا ندور عليها بالجزيرة، وقت حاكتني على التليفون جابت سيرة وحدة اسمها عائشة، بس أنا ما بعرفها ولا بعرف رقمها كمان، كيف بدنا نلاقي؟ ما كثير تشغلي بالك جولي، هلأ منوصل ومنسأل. منشوف النسوان هنيك، وأهل الجزيرة أكيد بيعرفوا بعضهم منيح، إلا ما حدا يساعدنا. تعالي 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 جولي. عميرين؟ ألو؟ يلا وينك؟ ليش مسكرة موبايلك وما عم تردي؟ لكن احنا جايين لعندك هلأ.
لك انت شو عم تحكي جوري؟ لوين؟ عالجزيرة لعندك. اختي اصحك تعملي شي بحالك قبل ما نوصل لعندك لو سمحتي. انتبهي على حالك. انت شو عم تخرفي؟ شو اخذني عالجزيرة انا؟ انا هلا رايح ازور بابا بالمستشفى. كيف بالمستشفى؟ بس انت يعني كيف هيك؟ مو قلتي لي من شوي رايحة عالجزيرة؟ يعني ما بتعرفيني انا لما بعصب جوري شو بخبص بالحكي؟ يعني بوقتها حكيت هيك مشان عمر بيك يتصرف بسرعة. شو انا مجنونة لروح ابني؟ جوري اسمعي، بتروحي لعنده هلا وبتفهميه. اذا هو ما بيحل الموضوع بالحسنى انا رح اتصرف، ساعتها لا يلوم الا حاله. يلا بتعرفي لو انت هلا واقفة قدامي كان ممكن اني اقتلك واشرب من دمك. لك عن جد ما عاد اتحمل تصرفاتك السخيفة. انت وحدة ما فيكي مخ بالمرة، كيف بتفكري وانت يا عمر بيك، عمر بيك انا اسفه كثير وقعت تليفونك بالمي. ليش واقفي؟ الرجاء ترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. عمر أكيد أنت بالعمليات، بس تخلص دقلي، بدي أعرف إمتى طالع مشان حضر العشاء. أوكي باي يا روحي. ليش هلأ جيت؟ لسه ما خلص التحضير. أوف عمر جاهدة؟ عمر بيك شوفي، يعني أنا ما بدي زيد عليك أكتر، نحنا هيك علقنا بنص البحر، موبايلي مطفي وبالغلط وقعت تليفونك. تعطل المحرك جوري. قلت لي تعطل عمر بيك؟ يعني مو بإيدي الشغلة. بس ما فهمت، نحن شو بدنا نعمل هلا؟ ما فينا نخبي حدا يساعدنا؟ انت لا تخافي، بنرجع على الشختورة اذا بدك. ايه صح. يعني يلا اختي هلا رح تكون رايحة على المستشفى لعند بابا. يعني اختي يلا كذبت، ما تواخذني لاني صدقت ورطتك بهالموقف كله. جوري مو مشكلة، المهم انه يولا بخير، وهيك نحن منكون غيرنا جو شوي كمان. تمام يلا على الشختورة. تعرف بحياتي ما تعرفت على حدا ايجابي قدك عن جد دكتور. انت لما بتحكي ما بيضل مشاكل ولا غيره، انا كتير برتاح معك. تعالي